وسعوات عوات شفتك يا أستاذ عوض محمد الحمد لله سلام عبد الله يلا تفضل يلا نزل تفضل نزل الترول بس عشان الشمس كده كده بص شيل السكوب خالص استرجع لا ما انا عايز عشان انا عايز حد يبص على لا لا احنا هنسيب كل ما ماشي بالراحه 2 3 بسم الله اسد 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 برافو عبد الله خلاص كده ثانيه عطل ثانيه افتح الملاية بتاعتك افتح الملاية بس هات ملايتك الزرقاء عليه عبدك حيل 12 سنه تقريبا العيله ساعد بس زوجتك حيل لا مش مشكله هي طبعا بتغلب بتغيروا اسم العيله الحمد لله غلبناك والله احنا تفضل يا بابا احنا هنينا ليك والله اتفضل تمام تعالى حد معاك فوق
الواحدة؟ اتفضل الكابتن ده. عاش معاك؟ فيها. لا اما تروح هناك حد معاك؟ في شغل فيك؟ كنا ببلدنا وجينا برضه على بلدنا الثاني. مصر بلدنا، مصر بلدنا، وهي يعني احنا متأملين فيهم خير وما كسفونا الحمد لله رب العالمين. عبد الله والله انصاب اصابه، يعني كان مع اخوه واولاد عمه وكل يعني الاطفال اللي معاه، كانوا حابين يعملوا اكل على النار زيه زي باقي الاطفال، فاستهدفهم صاروخ يعني بجانبهم، ادى تقريبا اصاب كلهم توفوا واستشهدوا الا عبد الله انصاب اصابه يعني خطيره. والله انا يعني رسالتي اني مكفي هيك لو عندها انا معي، والله كتير خسرنا يعني الحمد لله رب العالمين، احنا يعني ولادنا شهداء ولكن برضو بضلهم غاليين علينا، يعني اللي زي عبد الله 12 سنه ايش عمل؟ ايش ذنبه؟ ايش سوى؟ ولا حاجه ولا ايش عمل، ما له علاقه. بالعكس انا احنا شردناهم من الموت، لكن الموت كان ورانا، احنا شردنا من اماكن نزحنا بناء على طلبهم هم انه انتوا روحوا الاماكن الاكثر امنا، فلقينا الاكثر امنا احنا انصبنا فيها ومتنا. انا والله بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحكي له انت يعني اب للمصريين وللفلسطينيين، وانت غمرتنا بلطفك وشكرا لك انك انت لبيت النداء، والف شكر لكم، وان شاء الله رب العالمين هيك يعني يجعل ميزان حسناتك. رحت اولع نار، عملنا اكل، كل الشهداء تصابوا ماتوا واستشهدوا اللي انا ضليتني. هلقد انا بتمنى تزرعوا لي عظم امشي. طب ايه احساسك لعبد الله لما دخلت مصر؟ حاسس بشعور امنة، رئيس مصر ام الدنيا، انا بحب رئيس مصر. انت بعت منشطة للسيد الرئيس عشان تيجي مصر؟ اه بعت لي مناشدة كلام. أنا بحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الله يطول بعمره إن شاء الله هيك يا رب، الله يطول بعمره. أنا بسمع صوت، هو مش شايف إن أنا كل حاجة راحت هناك، الجنود بتاعتكم كلها راحت هناك. يلا يلا يا جماعة كريم، يلا ورايا. باشا شكرا. اي مساعده عندك؟ الوجه كم؟ 12 14 اسبرت 14 طيب الفوليوم 500 في برطة بالبلطة الكمبيوتر.
يجب مراجعة مسالك التنفس والإعدادات. يجب مراجعة مسالك التنفس والإعدادات. تراكشن دربارك في تراكشن واحد اثنين ثلاثة زي التراكشن شغال بس من المنزل محمد يلا يلا اتفضل بسكوب يا محمد خد يا عبد الله سلام عربيتك كام 22 و 80 ايه ده كده فين يا عم ايوه كده
ما شاء الله. اسد الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك اسد. برافو عليك. لو كازين بتوع طعم تمام. اطلع يلا واحده واحده. ايه ما شاء الله طلعت. أنا خفيف ورشيق. احمل احمل عسل زي العسل. ايه الاخبار؟ دراعك اللي متثبت ده بيوجعك؟ طيب ماشي. في اي مشاكل في المعده عندك؟ ها؟ ليه؟ اي عشان الطحال. طب بص هتديها بعد ما الدنيا تفك كده نضرب عليك ساعتين. محمد اللي هو المريض محمد الله يسلمك ويبارك فيك. حضرتك بس احكي لي ايه الصومعة. والله احنا عادي يعني زي كل يوم تعشينا ونمنا صلينا العشاء ونمنا عادي يعني صحينا لقينا حالنا في المستشفى. ايش ولادي ايش بيستشهد ايش عايش ايش مصاب يعني احنا اللي ضلوا مصابين فيش غير هذا الولد اللي نجي كان في عنده اصابه في رجلي يعني خفيفه شديده وراحت وزوجي وابني هيهم لسه في المستشفى وبنتي هي طالعه معايا في الاسعاف الثانيه بتر في رجلها وايديها ورجليها وبنات التنتين استشهدوا بنت متزوجه ومعها طفل مستشهدين والبنت الثانيه توجيهي برضه استشهدت وفي بنت حفيدتي يعني الثانيه بتكون بنت المصابه اللي جايه معايا ورا والحمد لله على كل شيء يعني الحمد لله. ايه الاحساس اللي جالك يا امي اما عديت المعبر بتاع فلسطين ودخلت المعبر؟ احساس ان انا فايته بلد الثانيه بامان راحه نفسيه انا بامان بتمنى اللي ضايل جوزي وابني كمان يجوا هنا زيي كمان عشان اكون مطمنه تركت ابني صغير 12 سنه وقلبي بيغلى عليه كان نفسي افوته معايا مش عارفه مصيره ايش يعني هو شايل شويه من الكبد واصاباته صعبه شويه وتحسن يعني هو بس طفل تازم لما طلعت خبى راسه في الحرام مش عارفه ايش مصيره يعني وابوه جريح مش قادر يقوم في حاله يعني بس في يعني ناس حبايب وزي افضالكم بيقوموا بتكفلوا فيهم بيراعوهم وبتعرفش الدنيا وين تفرقوا وايش يصير في مصيره بس هذا القلق اللي انا عندي اما بالنسبه لاني انا وصلت هنا انا حاسه بامان باذن الله يعني الحمد لله اخوه واهل انتوا اهل واكثر من اهل. ايه الوسائل اللي توجهيها للعالم على اللي بيحصل في غزه؟ والله هي في النهايه بلد مسلمه وامانه في رقاب العرب كلها مش لاحنا وبس اللي ندافع مش بس احنا اللي نكون يعني كل الضغط علينا يعني احنا برضو بشر وبني ادمين لو يخففوا عنا شويه يعني المدني ما له ذنب والطفل ما له ذنب والمراه ما له ذنب احنا كلنا يعني ضحايا برضو الناس توقف معانا العرب المسلمين احنا مسلمين وكل شعب مسلمين كل امه مسلمه بقدر صحهم والله ما بيقصروا يعني وبدعمونا وبيساعدونا بس الحمد لله الحمد لله على كل شيء. الحكومه المصريه تمام باذن الله عدت المطلوب معاك والله مسانده والحكومه المصريه على راسنا من فوق ودائما مثبته وجودها ودائما سندانا ودائما احنا بحس بالامان بوجودها وبمجرد كلمه بتحكيها بتساندنا بالكلام والفعل والامكانيات وفي كل امكانياتها مصر للامانه وطن الثاني
بعتبره السند التاني، مش انا لحالي، كل شعب فلسطيني. احنا عندنا اياه في المرتبه الاولى. وقيت واقف، وقيت انا واقف على الباب لو صار الحدث، وطرت وصارت بعد اجوا اسعفوني. اصابتي والله في الراس، وعندي كسر في الجمجمه. كيف صوت هذا؟ كيف صوت؟ لا انا افتح باب، افتح باب بعدين. لما طرت صار زي رده في راسي. مفتاح هو. انت ايه الاحساس اللي جالك لما جيت من فلسطين مصر وانت داخل مصر؟ والله الحمد لله حس حالي تمام ان شاء الله. ايه الرسالة اللي توجهها للعالم على اللي بيحصل في غزة؟ يقف معهم. يقف معهم ويدعموهم، لانه والله بيتعبوا. ايه اللي انت شفته هناك؟ والله شفت كتير ناس وشهداء. من اطفال ونساء وكبار سن. اسمها حبيب سامي بريس. ايه انا كنت رايح اجيب خبز، وانا مروح من المخبز ضربوا دار جنب المخبز. ايش اصبت؟ اصبت عندي كسر في الحوض، وفي شظية جتني هنا، وشظية ونص البطة من تحت رايح، وكسر تحت. ايه الاحساس اللي جالك اما دخلت مصر بتاعتك؟ ارتحت، يعني كنا خايفين قد للمستشفى ينقصف حاجة، اما وصلت هنا حسيت بالامان. ايه الرسالة اللي توجهها للعالم اللي بيحصل في غزة؟ انه تخلص الحرب او يعملوا هدنة. احمد مازن ابو شحمة، الشيخ ناصر، شارع العوايد. الحين احنا كنا نايمين في البيت، ولا نلاقي الصاروخ كله نازل على الدار ويطيح الدار علينا، طيحها وعند انفجر الصاروخ في دار عمي ونص دارنا راح، يعني العمارة كلها بدها هذا. الحين وانا نايم ولا بدي اصحيت على الضربة ولا ايش؟ اطلع على رجلي، بدي اوقف على رجلي، ما فيش فيش اوقف، بدي اوقف مش قادر اوقف. وندع اخويا كان ضو الضهم، طلع في اخواني طلعهم، وانا بدي اوقف قعدت انادى عليه، كان ضو الضهم ويجي ويشيلني وينزلني تحت للساعة. كنت اول اشي بدي اوقف، ما فيش، وقفت رجلي مقطوعة قطع. واجيت على المستشفى، واول اشي ما قطعوهاش، ركبوا لي بصر الشويك حديد في رجلي، بعدين فكوها كانت بتسيل دم، ودونا على المستشفى مبارك الثانية، رجعونا تاني ورحت عملت عملية في رجلي وانا نايم بنج. طلعت من العملية بعد ساعة ساعتين صحيت، وانا على السرير طلع هيك ما فيش رجل، قول لاخويا وين رجلي؟ قول لها بس عشانك مبنج. قاعد يضحك علي، وقعدت اسال واقول له وحلفه وحلفه. بالاخر تاني يوم الصبح عرفت انه رجلي مقطوعه، قعدت اعيط، بعدين سكتت، قلت هذا قضاء الله وقدر الحمد لله. واحنا في المستشفى الحين لنا اسبوعين، يمكن اسبوعين، بعدين طلعوا كتبوا لنا خروج على طول في المستشفى. بعدين طلعنا رحنا على البيت، على بيت ابن عمي، قصفوا دار جباله، شردنا من البيت التاني اللي تاع ابن عمي، ورحنا على دار ابن عمي التاني. بعدين طلعنا منه التاني ورحنا على المستشفى تاني، ضلينا قاعدين مكان ابن خالي، وضلينا لما طلعت التحويلة. والله المستشفى حالها بخزي، دمار دمار، كل الناس
نازحين أمم فيها، نازحين مليان. الحمد لله. جاي مع مين؟ لحالي، لحالي جيت، وكان عمي معي بس نزلوه لحالة الحين، لحالة جيت عن مصر لحالي. الرسالة اللي توجهها للعالم؟ حسبي الله في الدول العربية، حسبي الله في الدول العربية اللي مش راضي توقف معنا. تشوف أطفال غزة كيف بطلعوهم 60 شك، فحسبي الله ونعم الوكيل. إيه إحساسك لما دخلت مصر؟ راحة نفسية، ارتحت ارتحت. هناك خوف خوف رعب في النفس، والحمد لله وصلنا آخر. الحمد لله. إحساسك إيه لما بتشوف الأطفال بيموتوا من الشارع؟ بخوف وذعر كبير. شوف الواحد تلاقي قطع، تلاقي راسه في شقة ورجله في شقة، تلاقي الدور كلها مربع كامل برميلك عليه زي منارب، هاي المربع كله. بعدين هذا السواق الطيارة بتاعت إسرائيل بعرفش انه في طنيات، هو لو بده هم بدهم يمحوا حماس، ايش دخل الناس الأطفال الأبرياء، ايش دخلهم يعني يجوا يكسفهم؟ مش عارف أنا، بعرفش انه في ناس صغار، بعرفش. حسبي الله ونعم الوكيل وبس.